توما تسمعوا في إيميسيون إمبوسيبل برهان بسايس على إي إف إم أحلى راديو 8:17 دقيقة. يلا نواصلوا لحديث آخر الإحصائيات. أكثر من 3500 شهيد في غزة. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن الاستعداد لتحرك بري. هل نحن في اتجاه الحرب البرية الآن نجيب زيري؟ وماذا ننتظر من الحرب البرية هذه؟ برهان هما تو الحرب البرية الكيان الصهيوني باش يعدل بها الصدمة اللي جاته نهار 7 أكتوبر. لأنه الكيان الصهيوني عنده جيش متخبي وراء الطائرات الأمريكية والطائرات الفرنسية والألمانية. معناتها كي باش يهبط للبر يعرف باش يصطدم بواقع بتاع مقاومة كبير وما ينجمش يداوم في المعركة البرية، لأنه المعركة البرية تتطلب وقت. وتحسوا الخوف هذا، يعني الخوف كي تشوف اللي بلاتو بتاعهم، معناها بالجد الناس عباد خايفة. إسرائيل في الحرب هاي كلها برهان ويقروا للمقاومة أن ما عادش راهي مش مجرد مجموعات قتالية صغيرة، راهي أمنت روحها بالأنفاق بالقدرات القتالية الكبيرة. معناها تحس الخوف. إسرائيل في حروب، إسرائيل في حرب هاي كل أضربوا قطة ما تداومش في حروبها الكل بتاع ضربات خاطفة كلها. معناتها عبر التاريخ ضربات إسرائيل كلها ضربات خاطفة. أنا البعض العباد اللي يقولوا وين الجيوش العربية وش بقى ما تدخلش وحزب الله وإيران وكذا وش بقى ما تدخلش وكذا، نقول لهم أنا ضد التدخل بتاع الجيوش العربية، لأنه تولي وقتها حرب ونحبها تكون معركة تحرير وطن. ما يوليش ذي جيش ضد جيش، معركة تحرير وطني. لأنه فما فرق بين واحد جاي متخبي ورا دبابة بشي فيك أرض العبيد، وبين واحد يقاوم في الدبابة بوجهه، يقاوم في الدبابة بوجهه من أجل أرضه وعرضه وشرفه. مع أنت الحساب ما يقابلش بعضه خلاص. ولهذا المقاومة وتدريبات المقاومة والقضية اللي تحملها المقاومة باش تكون ديما في الاخر باش تنتصر، لان هم ماتوا معاتي الموت في معركه التحرير الوطني في عبر التاريخ، عبر التاريخ عاديه ماتوا في جنوب افريقيا، ماتوا في الجزائر، ماتوا في روسيا قريب 27 مليون، في الجزائر مليون ونص شهيد. معناتها عبر التاريخ الارض والتحرير الوطني يطلب تضحيات بتاع موت واضحه. خلي معايا على الهاتف الاستاذ زهير مغزاوي الامين العام لحركه الشعب. برشا القوميين انت الايامات قريب للناس كل يا سيدي. لا والله يا عندك مشكله انه زهير المغزاوي يدخل. لا انا زهير صديقي ورفيقي وقيادتنا مع الوقت. يا مان تضربه تجيب لنا قومي الامور تقريبا مش تتطور. لا ما يصير. شوف لنا الحزب الليبرالي هذا والحزب الليبرالي صار الحزب الليبرالي مهبط بيانه يصدر فيه حكم قضائي البارح ولا شنو بتاع حل يبدو هكا قريت في الواحد. خليني ناخذ الاستاذ زهير. صباح الخير. صباح النور ليك ونجي معك وبالمستمعين والمستمعين. أستاذ زهير، أنتم كان لكم السبق في الدعوة للنزول ليلة المجزرة. نزلت التوانسة للشارع ليلا، نزلت التوانسة البارح على مدى اليوم كامل في مختلف المدن والقرى التونسية. ماذا بعد التعبة؟ ما تخافوش الناس باش تتعب؟ سيبش ندخلوا روتين المعركة، يوميات المعركة الآن سيبش نشدوا تلافز وينتهي كل شيء؟ هو انا قلت برهان بعد يوم الثالث او الثاني جيت بعدك حضرتها للموضوع هذا. نعم. قلت المعركه مش تدخل مرحله من الروتين. بالضبط. لان شنو فيها المرحله؟ المعركه فيها مراحل. المرحله الاولى هي العمليه النوعيه لهزمه العدو. نعم. التي كسرت الزجاج كما اقول، ولن يستطيع هذا العدو ان يستعاد الزجاج. نعم. المرحله الثانيه مرحله القصف، هو او ما نسميه بالروتين في المعارك مع العدو الصهيوني، لأنه دأبت عليه المقاومة ودأب عليه شعب فلسطين ودأب عليه حتى الرأي العام العربي والدولي. دعم. يعني شفنا بيروت 82 90 يوم ولا 79 يوم 79 يوم من القصف. شفنا حرب 2006 ضاحية تقريبا سويت مع الأرض في أكثر من شهر قصف متواصل يومي وليلي وغيره. اليوم نفس الشيء في غزة. المرحلة اللي بعد هذه هي المرحلة أعتقد الأهم، وليجب على الرأي العام أن يستعد للمرحلة القادمة اللي بدأ الحديث من البارح على الحرب البرية وإمكانية دخول العدو الصهيوني في حرب برية.
ثم ثلاثة ولا أربع ملاحظات بسرعة باش نعطيهم في الموضوع هذا. نعم. أولا لا تغرنكم الابتسامة السفرة لبيت وهو يلتقي الطائرة العسكرية عايد من فلسطين إلى الولايات المتحدة الأمريكية اللي دخل البارح فلسطين المحتلة محمي ب 15,000 جندي من سلاح الجو الأمريكي وسلاح الجو الصهيوني وجاء على طائرة عسكرية على غير العادة. هو البارح روح مرتبك روح مرتبك لسببين، لأنه أطلعه العدو على ماذا حدث بالضبط يوم 7 أكتوبر. نعم. وكانت مسألة بالنسبة لهم مسألة مذهلة ومرعبة ومربكة. والمسألة الثانية الحديث على ما سموه الحرب البرية. أنا قلت لك بريان كتبتك قلت لك مش بشي مشي بالحرب البرية لأنه مرتبكين وإن ذهبوا إليها سيذهبون إليها مجبرين. لأن المقاومة ثم مسألة معقدة، أنا نذبين التوانسة يتفاعلوا فيفهموها مليح. المقاومة عندها إمكانيات كبيرة. أولا الحرب البرية بين البرح روح خايف مش على 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 العدو الصهيوني برك، خايف على روحه لانه باش يمشي للانتخابات الامريكيه واذا يتكبد العدو خسائر في الحرب البريه سيدفع هو الثمن في الولايات المتحده الامريكيه على المستوى السياسي. نعم. ثانيا المقاومه اليوم اصبحت عندها اوراق، باش نعطيك بعض الاوراق المهمه لتملك المقاومه. اول ورقه هي طبعا الروح المعنويه والروح الاستشهاديه والى اخره، هذه اللي ب 1200 جندي هزموا 15,000 جندي في 25 موقع عسكري في يوم في بضع ساعات. ولكن الحاجه الاخرى ان المقابلين تملك صواريخ الكرونيت اللي وقفت بها الحرب البريه في في معركه سيف القدس. نعم. ان المقاومه اليوم فما جبهات اخرى باش تفتح. نعم. وستفتح. نعم. وشفنا جبهه مهمه ولو دققتوا في جبهه الشمال. نعم. ان الصواريخ الكرونيت اصبحت اكثر دقه. نعم. ولو تابعتم بالبارحة في إصابة أهدافها بالضبط. نعم. لو تابعتم التقارير عند العدو الصهيوني أنه كان مرعوب لأنه كانت دقيقة، ويحكيوا على أن المدى متاعها أصبح أكثر طول يعني المدى. نعم. والقدرات يعني جهوزية كاملة. نعم. لو لاحظتم البارحة أنه ثم جبهة فتحت الجبهة العراقية. نعم. كتائب حزب الله في العراق. نعم. يعني وجهوا صواريخ للقواعد الأمريكية الموجودة في العراق. نعم. يعني المسألة بدأت تتوسع. هم مما يخشون يخشون أنها تتوسع المعركة، يخشون من المقاومة التي ستصمد، وأؤكد لك أنها ستصمد صمود كبير وستكبد العدو خسائر لا تحصى في 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 في, في غزة. إذا دخل الحرب البرية سلاح الجو سيقع تحييدا، لأنه يعني لا يمكن أنه يخصب العدو الصهيوني ومشيته على الأرض. الركام اللي عملوا في غزة والدمار اللي حصل في غزة سيعطل يعني الآليات العسكرية للعدو الصهيوني أنها تتقدم على أرض غزة بسهولة. إذن المسألة معقدة وتعقيد كبير، والعدو يفكر منذ تلك الهزيمة يوم 7 أكتوبر في إمكانية أن يأخذ الحرب البرية أو لا يأخذ. اليوم ثم أزمة عند نتنياهو وعند العدو الصهيوني، الأزمة متمثلة في أنه يجب أن يحقق مكاسب في هذه المعركة على خلاف كل المعارك السابقة. نعم. لأن في كل المعارك السابقة كان يعتدي وثم بعد انسحب. سلسلة من الاعتداءات يطلب وقفة إطلاق النار أو تتدخل أطراف لوقف إطلاق النار فهو رابح دائما يعني اعتداء إلى آخره، لكن هذه المرة هو مجروح. نعم. يعني جاءت أمريكا وجاءت بريطانيا وجاءت العالم كل شيء، يعني كما ذكرت أنا جاءت الأب وجاء الأم لهذا الطفل الجريح. نعم. هذا يوسيم في هذا الطفل الجريح ويريد أن يرد اعتباره، ورد الاعتبار لا يمكن أن يتحقق إلا تحققت الأهداف التي أعلنها. نعم. هو أعلن ثلاث أهداف، الهدف الأول التهجير، هذا موضوع منتهي إلى الأبد. موضوع التهجير هذا موضوع انتهى بالنسبة للفلسطينيين، مش فقط لأن الموقف المصري موقف إيجابي والموقف الأردني موقف إيجابي، بل لأنه انتهى بالنسبة للفلسطينيين اليوم. بالنسبة لهم كلفة البقاء في غزة مهما كانت النيران التي تصب على رؤوسهم هي أقل من كلفة الخروج من غزة. نعم. ليش الفلسطينيين يغادروا اليوم؟ مش من 48 وهم لديهم مقاومة قادرة أن تقارع العدو، يعني مسنودين لذاكرة 48 لماذا مش مقاومة؟ فما مقاومة تقارع في هذا العدو. نعم. إضافة إلى المواقف لدول الطوق اللي رافضين موضوع دونك، هذا موضوع انتهى إلى الأبد. نعم. وأثبت هذا الشعب الصامت طيلة الفترة متاع القصفة ويخرج. نعم. ويقول أنا متمسك بأرضي. موضوع التهجير منتهي. نعم. موضوع حماس. نعم. والمقاومة عموما. نعم. لا أعتقد أنه حقق مكاسب عسكرية إلى حد الآن، استشهد أحد القادة العسكريين لحماس أكيد. نعم. ولكن لدى حماس اليوم قادة كبار من الجيش الصهيوني وقادة سرقة غزة التي تم تدميرها بالكامل، وما اعتقدش انه حقق مكاسب على الارض. والمقاومه اثبتت له ذلك انه في المواقع التي تقصف بعد حين تخرج منها الصواريخ، يعني ماذا حدث منذ انطلقت العمليات لحد الان؟ هل اوقف الصواريخ؟ لم توقف الصواريخ، بل الصواريخ ذهبت الى صفد. نعم.
وهذا تحول نوعي، لأن الصواريخ التي ذهبت إلى سافاتشي 220 كيلومتر بعيد على غزة. نعم. كان مدى الصواريخ يعني في تل أبيب والقدس وغيرها في 85 كيلومتر. نحب نذكر الياسين واحد كان المدى بتاعها 4 كيلومتر 5 كيلومتر. بالضبط. دونك لم يستطع أن يوقف الصواريخ إلى حد الآن، إذا لم يحقق أي هدف عسكري إلى حد الآن سوى قصف المدنيين وقصف الأبرياء في غزة. بالضبط. النقطة الثالثة. نعم. مسألة الرهائن، ما يسميه بالرهائن. نعم. ومن نسميه نحن وتسميه المقاومة بالأسرى. نعم. أنا نأكد لك أن هذا هؤلاء الأسرى لم يعودوا إلا بتحرير كل الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني. نعم. جبهة الشمال إذا على الزناء أوراق. نعم. مهمة لدى المقاومة، ارتباك لدى العدو، الخوف من الهزيمة لدى الأمريكي، لأنه لو انهزم العدو سيخسر الانتخابات. نعم. الارتباك لدى العدو الصهيوني، هذه كلها أوراق تملكها المقاومة. نعم. إضافة إلى مسألة مهمة في شؤون النساء. نعم. أعتقد أن الليلة قبل البارحة بعد الاعتداء بعد القصف المستشفى. نعم. أخذت المقاومة تفويض شعبي كبير جدا. نعم. تفويض. نعم. عربي وتفويض عالمي. لاحظ ما ساحة كانت مهمة. بالضبط. هي الساحة اللبنانية اللي كان حولها حديث كبير والانقسامات في لبنان وغيرها. لا واستدركت المقاومة قصة الحرب الاتصال والصورة البارح، لاحظت أنه فما إقرار لدى العدو ومساندين العدو أن إسرائيل خسرت معركة الصورة اليوم. هذا رو ثم جزء من مهم قام به الشباب عربي. بالضبط. في الوطن العربي. بالضبط. وفي أوروبا لعب الدورها. نعم. نعم هذوما يعطيهم الصحة ونحيوهم شبكات من الشباب. نعم. اللي مش منظمين وربما مش منتمين لأحزاب وربما ما نعرفهمش بالكل ويشتغلوا بصمت وينسقوا مع اليسار الأوروبي وينسقوا مع اليسار في أمريكا اللاتينية وينسقوا مع كل القوات والمعاصي العالم الإسلامي مع القوى التقدمية ويحكيوا باللغات الكل. نعم. وأجبروا السيانات أن تعتذر. بالضبط. ويغيروا في الصورة هذه. بالضبط. شوف اليوم الارتباك أصبح الداخل. نعم. العدو الصهيوني أسبوع العسل، الأسبوع الأول العالم. نعم. الكل يأيد فيه انتهى. اليوم البارح الناس تقتحم في الكونغرس الأمريكي، آلاف من الإبراطيين تحت المطر هم يتظاهرون. دونك المعطيات تتغير. أنا نحب نقول للتوانس ارفعوا رؤوسكم. نعم. سيهرنا قلوبنا تجعنا. نعم. نشوف الدماء. نعم. ولكن هي معركة. نعم. والمعارك لأنها الحرب كما قال أمل بنك باش نقفل بها. نعم. قد تثقل القلب ولكن خلفك عار العرب. بالضبط. يلا زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، شكرا جزيلا لك على هذا التدخل. أخبار سلمى ونرجع لبقية فقرات البرنامج. 8:35 دقيقة، مازلنا في إيميسيون امبوسيبل. بلاغ جلب الانتباه الألفة الحامدي وحركة الجمهورية هكا الحزب الجمهورية الثالثة الألفة الحامدي، بلاغ يطالب انه رئيس الجمهورية يقبل باستقبال الفلسطينيين وتهجير مليون هكا مليون فلسطيني. هكا تقول ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة. بلاغ جلب الانتباه وخلق برشا تعليق. قالت هذا نؤكد دعمنا للقضية الفلسطينية، مراجعة ايوه توفير التحفيزات المالية والجبائية للتونسيين في مجال الصحة النفسية في مجال الصحة والقطاع الخاص المتعلقة بمخيمات اللاجئين من تمويل ونقل وسكن في قانون مالية 2024 للقيام بمرافقة اللاجئين الفلسطينيين حين دخولهم إلى تونس وخلال فترة اللجوء، فتح مخيمات للاجئين الفلسطينيين في تونس بهدف إدماجهم في الاقتصاد والمجتمع التونسي في غضون مدة تتراوح بين 18 شهرا وسنتين. مراجعة القانون، فتح باب اللجوء السياسي الغير مشروط في تونس للفلسطينيين بغزة وطلب باستعداد الدولة التونسية والشعب التونسي لاستقبال هكا حدتهم مليون فلسطيني في تونس. هذا وغيره معناها من النقاط الواردة في بلاغ جلب الانتباه لألفة الحامدي رئيس جمهورية حزب الجمهورية الثالثة. طلعت انت على الشيء هذا ولا زياد تحب تعلق؟ انا باش نعلق بجملة وحيدة. الوينستون تشيرشل اللي عنده مقولة فيني تعجبني، يقول فيها مشكلة الديمقراطية أنها تجبرك أحيانا على الاستماع للحمقى. هكا معناها فقط ما تحبش تناقش مسألة اللاجئين هكا واستقبالهم وكذا. يا نجيب تزيري ما هو زيد يحب على الوحدة الوطنية، شنو المشكلة؟ مش معناها معناها نحطوها في لا أخي ما الواحد الناس كله خاين وضرب يطبال وكذا تو باه العركة ذي الكل راهو ريت المصيبة كي نقولوا 10 سنين خراب. ألفة الحامدي تولي بي دي جي بتاع تونسير بتاع الغزالة.
تو خليك من الغزاله تو ناقش لي الموقف باش نناقش ما هو بشوي بشويه برهين باش نوصل للموقف تو الشعب علاش ضد العشر سنين لانه حطوا امثال ألفة الحامدي ألفة الحامدي بي دي جي تينيسير يوسف الشاهد رئيس حكومه ومتورط في اغتيال يوسف الشاهد حاسب خوه سي العمليه بتاع ألفة الحامدي العركه كلها علاش حتى يجي تو العركه الكل هذيا قالوا يا مصر نحي غزة يا سهل سينا قال يا السيسي قال لي ولا ولا واللعب الكل الضغوطات اللي الضغوطات هذه كل العام عتهجي الألفة كان هي ذكية مزورة يا سر ما تصورش خطر لا عدا لا لا مش بحسني زعمة ما تبه هكا لا والله لا. لا بالعكس هذه الدرجة متقدمة إذا كان هذا تخطيط لتنفيذ السياسة الأمريكية بتاع التهجير ما وهي شنية توصلها للمخاخ أخي قبل في 48 ما مشوا الأردن وهجروهم الأردن ولبنان وسوريا ما هجروهم تو ألفة في بلاصة قريانس قاوموا فهمني أنا راي المقاومة هاي موتوا مليون ما سمعتش متحدث باسم المقاومة قال يا نهاجروا للجنة يا نبقوا في أرضنا شي تهجرهم خيوما ما عندها رام ديارهم رزقهم شي عاد هجر يقولي بعد إسرائيل شي تهجر مليون تو هذه بعقلها بعد هذه خدمه بتاع برنامج كين الصهيوني يا هل ترى كان غباء فت الحد وانا ما نصوروش غباء لانه ما فماش غبي في سعي ولي بي دي جي بتاع تونسير نايقر اكثر من في الحامدي حتى معتمد ما تروحوش عليا وعندي 20 عام نعم في السياسه شهادات اكثر من في الحامدي قريني او وتزير ويكونومي وجيني سيفيل ودروا قريت ربي كل قريت معتمد ما تروحوش عليا ألفة الحامدي فجأة قالت مشيت للجيش لدرشكور قريت ضربتين وضربها مطرحوا بي دي جي ومن بعد هي تو قالت نهجروهم إذا كان غباء للغباء حدود أما أنا ديما ما هو عندي أكا نظرية المؤامرة فماش حاجة كيكا بليش فهمني وهذه اللي دخل فيها زادة كان بتاع التميع الهيدز عيمات هذوما الهيدز عيمات ديزي شديد في الراجل وها ولا ذوما هما رام نفسهم كلها تصب فرد خانة كلها تصب فرد خانة باسم حب الفلسطينيين هاي نجيبوهم لهنا معناتها باسم الإنسانية كيما اللي يدافعوا باسم الإنسانية راهو الموتى بتاع إسرائيل وبتاع فلسطين كيف كيف مال كلها بشر يعني كيف كيف يسوي بين الجلاد والضحية فهمني هل اللعب فيها مفكرين ولا والسياسيين الجدد واللي تحملوا مسؤولية في الدولة بتاعنا هذه دول في الحامد تهبط بينك من هك ما أنت والله شيء يدري ويش برشا يمشي يتبع يلا والم ما أنت فهمت سيزيد علش ليه ضد الوحدة الوهمية مو في الوحدة تقعد معنا في الحامد على الطاولة وتعطي رايها هاو رايها في الحامد وإذا كان تقعد معنا الطاولة وتعطي رايها وفهم شكون وراه بشوية صور طاولة تعدى رايها هذا هو شكين قال مشكلة تونس هذه هي معناتها كالصحافي اللي جبناه البارح في مصر ولا محمود عباس سيفك علينا من تونس مش ما نسموش الاسم محمود عباس يعبر على إرادة الشعب الفلسطيني كي نجموا نحكوا على وحدة الفلسطينيين نجموا نحكوا على محمود عباس محمود عباس يعبر على الشعب الفلسطيني راهو خرجت مسيرة في رام الله قتلوا طفلة البوليس بتاع محمود عباس اقتل طفلة عمرها 9 سنين لأنها تتظاهر من أجل القضية الفلسطينية تزيد هالمهموت هاي نحبوا بعضنا شكون نحن اللي باش نحبوا بعضنا هاي نحبوا بعضنا ودخلها وبرا برك تقول لي السياسيين التقليدي يقول لك خويا صغير خاطر ما عملتش سياسه وانا وعمري صغير ما يلزمني نقعد معكم هذه هي المشكله في البلاد راهي هذه اهم مشكله في البلاد كيفاش تفرز الصالح من الطالح لان اليوم العم الهبال في كل مكان وعمت الفوضى تونس بالبيان بتعرف الحين معناتها ناس تقاوم شبيبه خارجه في الكياس معناتها راي نقولها يا ألفة ادخل حتى للشيخ جوجل خاطر ما تقريبا تنجمش تقري كان الشيخ جوجل بتاع الامريكان حطي المقاومين بتاع قفصه اهالينا في قفصه راهو تو التاريخ الحديث الحوض المنجمي هي اللي كنت من اللي فاضت الكاس القطرات اللي فاضت الكاس ضد نظام الاستبداد بتاع بن علي هو قالت نجيب مثلا هنا ويضع حزب الجمهوريه الثالثه على ذمه الدوله التونسيه ورئيس الجمهوريه برنامجا شاملا في هذا الغرض مبنيا على اساس تحقيق النمو الاقتصادي والحريه الاقتصاديه في تونس من اجل استيعاب مليون لاجئ فلسطيني او اكثر في وطننا
ما انا عندها لا قالت هي برنامج في الغرب لا ماذا عندها برنامج ما نسحبش ما عندهاش برنامج توخي باش تجلطني برهان توك بجاه ربي يا سادة المستمع باش تفهموا ألفة الحمدي ايش قالت هذه باش تفهموا علاش لا ضد العشرة سنين بتاع الخرع علاش لأنه محطوا ألفة الحمدي بي دي جي ألفة الحمدي جد قالت في النحل عركة من غزة وكل المقاومين نحوه ونجيبوا جماعة غزة لتونس هاو فما مراجعة دعات أيضا مراجعة القانون عدد 27 العام 58 مؤرخ في 4 مارس 58 متعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني للسماح لكل التونسيين والتونسيات بإيواء وكفالة الأطفال الفلسطينيين اليتامى في أقرب الأجال وتعبر رئيس الحزب عن استعداده وشروحه في إجراءات لإيواء وكفالة طفلة فلسطينية يتيمة ولنا الثقة بأن التونسيين سيقومون بمثل ذلك وأكثر ما عملتها قبلها مريم الدبيغ دي اربط ببعض ما نعبش مريم نعبش اربط ببعض يا بني راهو ما فماش حاجه ما فماش حاجه هكاك لا لا عندك اللي يخرجهم لهدي زعيم الكل اللي يخرجهم هذه هي هدي زعيم شبيني على هدي زعيم يا اخويا تجيب لي سواقمان تجيب لي بوحده ندرم من خارجه تولي هي رمز باش بنتنا يتبعها تجيب لي واحد بيع دروغ كيما سواقمان يولي ولدي ناي يحب يتبع كي سواقمان وانا ابرو ابرو صورت كاينه برو تيما هذه هي ميعه تجيب واحده مع تقدم التطبيع بشوية تسوي بين الجلد والضحية بين الميت على أرضه وبين المغتصب تسوي بيناتهم ويعملها استقبال نهار السبت بتاعوا ضمائهم مفكرين وكذا هذه هي وهم استبنوا الأطفال الفلسطينيين يلزمهم يبقوا غادي يلزم يبقوا غادي باش يقاوموا واللي دفع مليون ونص زين مش خير منهم وتونس اللي دفعت شوية دي مش خير منهم وروسيا اللي دفعت 27 مليون مش خير منهم والفيتنام اللي دفعت مجلس استقلالها شوية دي مش خير منهم وجميع الشعوب اللي تحب التحرر مش خير منهم تيش يجيبهم ايه ونخروا فلسطين كاك لعطال بني صهيونة لا فتح مخيمات للاجئين الفلسطينيين في تونس بهدف ادماجهم في الاقتصاد والله لقرا لك بالي غيشة تيش اقو بربي يرجع براسي ليل ايشة هاي هاو زياد هاي هاي ايش ايش صلي علي بير يزمنا نتناولوه نقطة نقطة باهي يرتاح شوية اشرب عرقك هاو زياد بشي علق شوف انا فقط ملاحظة فيما يتعلق بنجيب قال اللي هو يرفض الوحدة المهمية الوهمية وحكاية جابوا شقوك وما صار شيء الى غيره من الكلام في الـ في الـ في الاتجاه هذا والباعتبار مرحلة هي مرحلة فرز نقول له يا نجيب الفرز راه واقع عصام الشابي لا يحتاج إلى فرز في النضالية متاعه عبد الحميد الشابي غازي الشواشي غيره من المناضلين اللي أخلصوا لها البلاد هذية واللي أعطاوها خمتني عمارهم مش طوب باش نحكمهم مفروزين فني بطبيعتهم واللي أعطاوا للبلاد من غير حساب هم اللي البلاد تحتاجهم اليوم وأكثر من هذين أقول لك هم اللي يحتاجهم قيس سعيد اليوم خاطر الوقت اللي تتحكر الكب بتلقى فني كان الرجال ونحب ديما فنتني نذكر باك البيت الشهير لا يخدعنك هتاف القوم بالوطني فالقوم في السر غير القوم في العلني هذه النقطة الأولى النقطة الثانية برهان نحب نتوجه بتحية لكل اليهود في العالم الذين انتفضوا ونددوا واحتجوا على المجزرة اللي البارح كانت عملية استعراضية من طرف مجموعة يهود ضد الحرب نعم. اللي اقتحموا مقر الكونغرس الامريكي نعم. معاهم زاد فلسطينيين وجمعيات نعم. فلسطينيه للمطالبه بايقاف الحرب على غزه نعم وحسب ما قال هبط في تونيزي تيليغراف استنادا الى مواقع امريكيه هو اكبر تجمع احتجاجي وقع فهمتي لليهود في التاريخ مناصر القضيه الفلسطينيه بالضبط بالضبط واللي تشدوا وقع إيقافهم من طرف الأمن لاقتحامهم الكونغرس هم من اليهود النقطة الثانية وهذه لم حلها رئيس الدولة في هذا مهم باش نقولوه لهنا سيد زياد أنا كنت باش نطرحوه في الخبر اللي بعده يعني باش ما نبداوش زادة لهنا ندخلوا في كل خلط هذاك خاطر كي تسمع أخبار أنه قال اعتداء على الكنيسة اليهودي في جابس
راك كاعتديت على الكنيسة اليهودي في جابس، راك مش ما راك ما عملت فيها شيء في مناصرة القضية الفلسطينية، بالعكس تزيد تضر القضية الفلسطينية، خاطر هذا يسمى حول سياسي، هذا يتسمى راهي معركتنا مع الصهيونية، ولكن لا علاقة المسألة اليهود والمسألة هذه بهذه المعركة. والدليل أغزر البارح في الولايات المتحدة الأمريكية، لا هم عرب ولا هم مسلمين اللي صدموا على الكونغرس واحتلوا به الكونغرس واعتصموا في الكونغرس ووقع إيقاف من طرف الشرطة الأمريكية، هم يهود بالضبط. ضد الاعتداء وضد العدوان الصهيوني على غزة. وأنا هذه النقطة الثانية اللي حبيت باش كنت نطرحها هي مسألة الاعتداء اللي قاعد ولا اللي وقع نعم. على مقام متاع ولي يهودي في الحامة في جابس، وقع هدمه وحرقه ورفع العلم الفلسطيني من فوقه إلى آخره. نحب نلاحظ أن الحادثة هذه كانت حادثة استثنائية نعم. لأنه وقعت مسيرة في جربة وكانت مسيرة سلمية عادية نعم. وما تأذى فيها حتى حد نعم. وأنا نعتبر أنه اللي صار ما يزمش يتعدى في دي بالسهل. أولا الناس اللي مشات اعدادات على المعلم فهمتني هذايا يلزمها تتحمل المسؤوليه والتبعات القانونيه نتاع الفعل فهمتني نتاعها. واكثر من هذا انا نعتبر انه جيد الكلام اللي قاله رئيس الجمهوريه في هذا الاتجاه ولمح له في اجتماع الامن القومي طبعًا. لكن غير كافي ان نطلب من رئيس الدوله انه باش يتحول للحامه نتاع جابس وانه يشرف بنفسه هو رئيس الدوله بنفسه على اعاده بناء هذا المقام اللي ثم برشا فهمتني هو يمنوا به ويعتقدوا فهمتني فيه. انا كلمني وقع اتصال فهمتني بيني ما بين صديقي جي عزريه نعم. اللي هو رئيس الطائفه اليهوديه في جابس واللي معناها والده من اكثر الشخصيات من اهل الخير اللي محبوبين فهمتني في الجابسيه واللي اليوم معناها فهمتني يتكلموا عليه نعم. وكان متالم برشا فهمتني ومتاذي فهمتني برشا نعم. ونحب نقول هالممارسات هذه انا تو كتبت نبات الخطورة التوجه فهمتني هذا بالضبط بالضبط ما نخفيكش على سيل التهجمات اللي لقيتها والكلام الزايد والى اخره الى اخره. انا هذا كله لا يعنيني بالضبط. لكن نقول هالعباد فهمتني هذوما ثبتون ارواحكم ثبتون ارواحكم. هل انتم انه مع انه فلسطين هي للفلسطينيين والا ان انتم فهمتني مع أنه تكون وطن بديل لليهود اللي مش عاجبينكم أنهم يكونوا جزء من المجتمعات متاعكم بالضبط هي. واللي توما في كل مناسبة تمشوا تصبوا جم الغضب وتخرجوا الأحقاد متاعكم وتخرجوا العقد اللي عندكم في دي كلها باش تنفسوها فهمتي فيهم يلزم رئيس الدولة يتحمل مسؤوليته ويتخذ موقف حازم. وأنا نتسائل وين النيابة العمومية في جبس بربي النيابة العمومية في جبس وين بربي فرصة للعبيد هذية حتى كي سبتك على خاطر كتبت الكلام هذايا افهموا افهموا يا جماعة الخير ما يزمش معناها للأسف لدى البعض الغباء يمشي بيهم مراتب بعيدة. شفت توا نجيب انتقد دولفة الحامدي لأنه دولفة معناها كتبت ما نعرفش عن دراية وعن دراية والمهم بالقضية الفلسطينية ومعطياتها الحالية هيا نجيبوا الفلسطينيين اخواتنا نعملوا لهم مخيمات لاجئين. يعني هو هذاك اش تحب إسرائيل واش تحب الولايات المتحدة هي المشروع الحرب هذه الكل من أجل تهجيرهم وخلقان معناها مخيمات لاجئين لهم في 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 الدول العربية به الصهيونية أيضا يا جماعة الخير يا خليني باش نولي نسب توا يا جهلة يلي هجمتوا الكنيسة اليهودي في جابس يا حمقى يا أغبياء راهو هذا خدمة مشروع الصهيوني بالضبط. المشروع الصهيوني شي يحب هو يحب كيما يهجر الفلسطينيين يهجر اليهود من مواطنهم الأصلية أوطانهم الأصلية ويجيبهم لإسرائيل. وكيف يهجرهم الكيان الصهيوني إش كان يعمل هو الكيان الصهيوني يا حمقى يا أغبياء يلي انصدمتوا على الكنيسة اليهودي في 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 جابس إش كان يعمل الكيان الصهيوني؟ الكيان الصهيوني كان يعمل في نفس عمايلكم من قبل كان هو يدبر ويخطط من خلال معناها جهاز استخباراته ويمول. عمليات تخريب ويمول عمليات تخريب باش يهاجموا اليهود في العراق ويهاجموا اليهود في مصر ويخوفوا اليهود في كل بلد وفي اليمن باش اليهود يهزوا رواحهم ويجيوا للكيان الصهيوني. بالتالي راكم تخدموا في استراتيجية الكيان الصهيوني وقت اللي تخلطوا بين يهود المواطنيكم ولاد بلادكم اخوتكم في المواطنة وما بين الصهاينة راكم تخدموا في المشروع الصهيوني. اش تحبوا؟ تحبوا يهود جربة يلموا رواحهم ويمشيوا لإسرائيل وهذاك اللي تتبناه إسرائيل
يا حمقى، هذاك اللي تتمناه اسرائيل، هذوكم راهو وفرحانين. فما واحد ما نعرفش كتب شارلي بيريز ظهر لي كتب أغادر تونس وبالدموع، الله غالب السبان ما نجمش يتحمل الكم بتاع السباب يسبوا فيه لأنه فقط يهودي تونسي وغادر. هي شو ربحته؟ شو ربحته؟ سافا، هذا هو اللي تحب عليه إسرائيل، ها باش يمشي غاديك يولي في إسرائيل. يا ولادي هذو من هنا الناس اللي قاعدة توت تخلط، فهالخلط معناها الفظيع، راهو تخدموا في المشروع الصهيوني، مشروع التهجير هو نفسه، كيما تهجير الفلسطينيين مقابل ذلك يحبوا يهجروا فلسطين من غزة. شكون يجيبوا؟ يجيبوا يهود اللي مازالوا متمسكين بأوطانهم، انتم تفدوا فيهم من أوطانهم، انتم تكرهوا فيهم في أوطانهم. يعطيكم الصحة، فيقوا على رواحكم من هذا الغباء المستشري. رأي هذا أهم خدمة تقدم للمشروع الصهيوني. عبد من الغباء الإعلام والناس ونحن والكذا بالضبط. إحنا نجم اللي فرحان مش معناها يحرق، معناها شو التفاهة، شو الغباء، شو الجهل، شو الجهل يفعل جهل، معناها حرق كنيسة يهودي بتاع في الحامة عريق قديم كذا وحط علم فلسطين في ذهنه انتصر القضية، في ذهنه انتصر القضية الفلسطينية. يا غبي هكا تو يغادروا اليهود يمشيوا غاديك لإسرائيل، وهذا اش تحبوا إسرائيل؟ إسرائيل اش قاعدة تعمل اليهود العالم حتى تخاطب في يهود جربة؟ ابعدوا فك عليكم، يجيوا لهنا ما عندكم ما تعملوا، هذا محيط يكرهكم، وهذا اش تحب تعمل إسرائيل في الدعاية متاحة، وانتم تعطيوا فيها بكل حماقة في كل المستندات لذلك. البارح اللي اقتحموا الكونغرس الأمريكي اليهود هذوكم، يهود من اجل السلام، لانه فما خلاف ما بين اليهود هذوكم ويهود اسرائيل. هذوكم التورات يقول لك ربي نحن غضب علينا خلينا شتات نتلم ورانا نوف. والصهاينه لانهم الصهاينه تحيلوا على الدين اليهودي، تحيلوا على الدين اليهودي لانهم حبوا يعملوا دوله. اللي راهو البارح بالضبط البارح جو بايدن قالها، قال كان ما فماش إسرائيل كنا رنا اليوم عملناها. جاوب لأنه ما هو غبي، لأنه في بلك العالم علاش تخلي في حيته ما عادش فما سياسيين. هو السيد بايدن، هو السيد بايدن راه مش احنا نقولوا عليه، معناه منافسه ترامب يحكي عليه شكك حتى في رجل أصاب بشوية أمراض بجد، رجل كبير. بارح نشوف فيه في الكونفرنس دو بريس تاع الطيارة، معناه كيف يستنى في أسئلة الصحفيين، رجل كبير من المفترض عائلته تتلهى به وكذا. بجد هذا يقول فيه ترامب، ماناش حتى نقوله فيه نحن. شوف انت حتى رؤساء أمريكا راهو بوش برديئته وكذا يتكتك يعمل في السياسة، كيسنجر تو ذاك وزير خارجية يجي كيهودي. يبدو اللي يقود فيه تو الرجل القوي في الإدارة حاليا هو بلينكن وزير خارجيته. بلينكن غبي، فما واحد بعقل وزير خارجية أمريكا يجي يقول نجيت كيهودي. نوصل معك نجيب نقاط بتاع بيان تفك علينا خلينا نرجع للفيديو. وندعو في هذا الإطار الجامعة العربية لاعتبار هذا الصراع تهديدا مباشر للأمن القومي العربي، وندعو كل الدول العربية لفسح مجال عبور الفلسطينيين إلى تونس والوقوف إلى جانب تونس ودعمها في توفير ظروف اللجوء على أرض تونس. يا أخي برهان، هي مش في بالي بها عندها جنسية أمريكية؟ لا ما يعطوهاش بخصوص الجنسيه الامريكيه. علاش؟ ليه نجم يكون؟ لا ما خدتش الجنسيه الامريكيه، متاكد سهلت الموضوع هذا. ايوه لكن الامريكيه رقم اخي سهله هي. انت وين تشوف معناها؟ تشوف معناها انها اصبعها نلعب في دور عندها ثلاثه زعما، معناها ها قلت برنامج ومخطط له ونسقت مع والا هذاك حد التفكير في مستحيل يكون حد تفكير وتولي بي دي جي. السؤال اللي يجاوبنا تعرف شكون؟ شكون حتى بي دي جي اللي يجاوبنا على السؤال هذا؟ كيفاش ألفة الحامدي من مواطنة ولد بي دي جي بتاع تونسير حتى يجاوبنا على اللغز هذا؟ لأنه هذا لغز حسب رأيك هذا مخطط من وقتها شنو؟ لا خاطر البيان في بالك الحزب راه هو عنده بدات عباد تتبع في الحزب وناس تمشي لا والله عندها الحد ادنى بتاع العقل. يا ولدي والله لك عيش في تونس، عيش في تونس، عيش في تونس، عيش في تونس. لا نجيب بالبيه. لا والله عباد تتبع وتحضر وكذا في الحزب. شوف كيف تتبع التحقيق في الملف بتاع وليد البلطي، تكتشف انه ثم جهات ما هيش الا جهات الاحزاب وكذا، كلها ادوات غبيه يقع استعمالها في باش تنفذ مخطط معين. الناس هذوما الخدمة متاعهم هو أنهم يبلاسيو في ناس أبو عندنا توا يبلاسيو في ناس مرتبطين بدوائر استخباراتية، مرتبطين بمراكز قرار في دولية، يقربوا من مواقع القرار
شفنا البطل الاقتراب من رئيس الدولة نادي عكاجة في كذا 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 ويعملوا أنهم باش يبلاسيو ناس. هذاك علاش أنا فهمتني مع نجيب وقت اللي يقول لك ذكرت حسي برزان إذا عرضنا أن نعرف ماذا في البرازيل فعلينا أن نعرف ماذا في إيطاليا. مضبين نعرف شكون اللي حطها في انتي بي دي جي شكون اللي دخلها وحطها في بي دي جي في تيونيسير تو تنجم تفهم شنو الريزوات بما فيه الكلام. معناها انت الكلام تاكد تعاود نجيب انه مبرم معناها تدري ما تقول معناها مش برهين مجرد برهين وقت اللي تقول نستبنوا بنيه ومريم تستبنى وين كانت مريم الدبيه راهو ما عندها ما فماش حاجه بالزهر للدرجة هذه ما فماش حاجة بالزهر. أنا نعمل في السياسة فماش حاجة بالزهر وحسب رأيك نجيب حتى يا سيد وزيرة العدل يا ليلى جفال حلي ملف اغتيال محمد الزويري باش هالمارك هذية كل واحد يعرفه فما دولة ذات سيادة بالحق كي نحلوا ملف اغتيال محمد الزويري تو برشا ناس تكتشف. نحبش نزيد نعطي معلومة فيما يتعلق باغتيال الشهيد محمد الزويري. القهواجي اللي في المنطقة غادي أعطى الأوصاف نتاع أشخاص فهمتني أجانب اللي هم فهمتني جاءوا غادي في وقت الاغتيال تم التعرف عليهم وتم إيقافهم على أساس أنهم جاي الناس يخدموا في باخرة روسية هبطت في صفاقس. بعد ما تعرف عليهم أنكر تراجع في الأقوال فهمتي بتاعه وسيبوهم مشاورة سيبوهم وعلى ذكر محمد الزويري مرة أخرى نتوجه بطلب الرئيس الدولة أمنح الجنسية التونسية لزول أمرت الشهيد محمد الزويري شرف لتونس واضح أنه تكون بنتها هي أرملة الشهيد محمد الزويري. أنا 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 أدعوك اسمع جو المخابرات وجو الاستخبارات والاستقطابات أنا أدعوك اليوم معنا سكوب يا سي زياد أنك تابعوا معنا باش نعرضوه إن شاء الله في قناة حنا بعل وهو تحقيق خاص أجريناه بخصوص هوية القاتل اللي قالوا ينتمي لداعش وقام بعملية بروكسل عنده توا 3 أيام. هبطنا له هو أصيل منطقة صفاقس هبطنا لغاديك لصفاقس وستتفاجأ أنه السيد هذا مختل المدارك وأنه مريض بعصابه عنده مدة وأنه ارتكب برشا اعتداءات بالعنف ولا علاقة له بالدين أصلا لا علاقة وكذا تعرف زياد وكنيته ذبانة ذبانة قاطع طول لا علاقة له برب لا بالنبي قاطع طول وأنه قبل ما يعمل عملية كان في السجن في 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 بلجيكا وخرجوه من غديكا باش تعملت العملية وتم تصفيته وتقيد الداعش في جو حماس وسوتو نهايته كيف روح يستنى في البوليس البلجيكي بجنب داره تحت في القهوه في القهوه تحت داره في تحت داره تحت البلد. تحقيق هذا اليوم ان شاء الله شاهدوه الساده المشاهدين في برنامج 100 دقيقه ونحب نقترح عليك مقترح اخر البرنامج نتاعك اللي بالمناسبه تحب نحكيك عليه انا نقترح عليك انك تستدعى الاستاذ سيف الدين مخلوف اصدر كتاب هام جدا بخصوص القرصنه على الدارك ويب وانا نقترح عليك باش تكتشف سيف اخر في موضوع اخر القرصنة في الانترنت هام جدا نعم. ودكتواليتي نجيب في نظرية المؤامرة هذا الكرسي الفارغ ما يذكركش بشكون معناها الكرسي لماذا بقي هذا الكرسي في شاغر كان نعمله ضربتين اخرين يبطل خير يعجل بلاي على غيره تحية اخونا مراد زغيدي يلا تسعى ونرجع بعد شوية مكملين في